ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الأمس بالليل استلمت رسالة من شخص يعني مدرب أستاذ أكاديمي، وقال دكتور مفرق أني يعني قال كلام يرضي الله سبحانه وتعالى. قلت له أشكرك بارك الله فيك. قال لي أتمنى أنه هاي التمارين easy to organize, easy to understand, easy to execute اللي سميتها وانطيتها ده تفعل فعلها عندنا بالتدريبات مع الأكاديمية وتدريبات حتى الكلية، هو بالكلية معيد. فأرجو منك أن تزيد لنا من عدها، ويا ريت يعني تألف لنا كتاب عشان نعتمده، لأن هاي تمارين الحقيقة تسهل لنا مهمة التدريس. فإذا كانت عندنا بكتاب نقدر نوزع الكتاب على الطلاب، ويكون الكتاب عدهم، ويكون عندنا التحضير حسب ما موجود بالكتاب، عشان الطالب عنده الكتاب ويروح. وقال أني شخصيا مستعد أطبع الكتاب، يعني ولا أريد اسمي تبقي ولا أطبع الكتاب وناخذه عندنا بكليتنا إحنا ونوزع على التلاميذ ونعمله ككتاب تدريسي. وكل ما زادت بي التمارين كل ما كان يعني مصدر جيد وممتاز وبسيط. هو هذا اللي أريده، لأن إحنا نتعامل ويا تلاميذ أو نتعامل بالتدريب مع لاعبين تحت 18 سنة، فيكون الكتاب منتج كثير. قلت له والله أفكر بهذا الموضوع، يعني قلت له هو أنا دا أضع كل ما عندي، كل شيء جديد وكل شيء قديم دا أضعه للعامة للناس كله، فيمكن جمعه. ولكن الفعاليات هذه من تضعها بكتاب تضعها، وشرط أن تضع نقاط التدريب وكذا، فتأخذ وقت مني. أنا ما عندي وقت الحقيقة، لأن تعرف يعني هاي مهمتكم هسه، قلت له أنتوا الشباب بعدكم إن شاء الله. فرجل متواضع طبعا، أي من تلاميذ القدماء. أنا أجد أنه لو نضع، فأنا اقترحت عليه قلت له لو نضع سي دي وتوزع على الطلاب مثلا وكذا، ويكون هو يريد يكون خاص لهم، يعني ما يتوزع عام، خاص عشان باسم الكلية يصير، أو باسم يعني العادية مالته لهم. يعني إنسان يقترح مقترح أن نسوي annual manual ونوزع الطلاب المراحل، تيجي مرحلة بعد مرحلة. قلت له والله أنا من النوع اللي يعني تجارة الكتاب ما تستهويني، فأنا راح أركز لك، قلت له، على مجموعة من الفعاليات كثيرة، قلت له جديدة حديثة وبها نقاط تدريب وبها فوائد، وممكن أن تستخدمها أنت ويستخدموها العامة. وفكرة الكتاب جيدة وجميلة، لكن أنا بتعرفني يعني الكتب كثيرة عندي صارت، وما أريد أكثر من الكتب، لأن يعني الكثار من الكتب والخروج عن الحد بالعدد ليس بصالح المؤلف أو المؤسس. يقتصر عمل الإنسان على كتابين في هذه المعرفة، كتابين في هذه المعرفة، يعني فسيولوجي وتعلم وكذا وكذا يكفي. وتبقى هاي الإي ليرنينج هي الآن الأهم في العالم كله، عشان الكتاب يحبس. هسان يسألوني على كتبي من الجزائر، من المغرب، من ليبيا كذا، يسألوني أقول والله ما أدري، عند دار النشر، ما أعرف وين راحت، شلون انباعت ما أعرف، لكن هي حقوقهم يعني. وفي كتابنا الأخير أنا والدكتور جبار والدكتورة الفاضلة اللي معانا، يعني انطبع ووضع على الإنترنت، وإحنا ما نعرف شلون انطبع، شلون وضع على الإنترنت ككتاب إي ليرنينج، بينما دفعت الأستاذة
هي اللي دفعت حق يعني مصاريف الطبع، مو احنا، هي اللي دفعتها وتحملتها، وهي اللي باعتها، وما ادري باع ما انباع. ففي هناك سوق فيه الغش الكثير. هاي مال كتابي انا مثلا بالموصل، واحد شايل الغلاف وخال غلاف جديد حتى كاتب اسمي خطا. سالت اخ صديقنا قال هاي من جو داعش، قام ياخذون الكتب المرغوبه بالسوق ويسوون هذا الموضوع ويبيعون. قلت له ادري، الله يوفقهم ان شاء الله، شو اسوي لهم؟ ففي غش كثير. فلذلك شوف انا شفت ولمست حقيقه انه من تضع، يعني هسه واحد يقول لي مثلا ليش تضع صورتك؟ والله انا واحد قال لي سعودي صديق قال لي ضع كل شيء ممكن على تمارينك ترى دا تنخذ. قلت له والله اسمع هيك كلام. فسويت لوجو خاص بي اضعه على الرسم، صوره مثل كذا، مو من اجل الواحد يعرض صورته، وين شيبنا بعد. فاعتقد انه النشر الالكتروني زين مثل هاي التمارين يعني بسيطه، المدرب للاثنين اثنين مجموعه اثنين يسوي مناوله للزاويه البعيده من منطقه الجزاء عشان نعمل تصويت يسموه من الزاويه البعيده. فشوف ثلاثه يهاجم الكره ويصوب ويرجع على العلامات، لان يرجع على العلامات يسوي الزجزاج بدون كره، لان اللاعب اثنين من لعب الكره من استلمها من الكوتش ولعب الكره يجب ان يلعبها الى هاي الزاويه، يجب ان يحدث التصويب من هاي الزاويه البعيده من منطقه الجزاء عشان نطبق مبدا تدريب التصويب الزاويه البعيده او القريبه حسب وضع حارس المرمى. فالحارس ما تحرك ما سد الزاويه البعيده عليه، فاللاعب ارتأى ان يضعها بالزاويه القريبه، لكن منين صوب؟ صوب من الزاويه البعيده مال منطقه الجزاء. زين، فاللاعب اثنين من هيئ الكره راسا انطلق وين؟ شوف رقم ثلاثه، اللاعب ثلاثه حركه ثلاثه انطلاق لتصويب الكره، اللاعب اثنين بعد المناوله حركه ثلاثه هو ركض الزجزاج على العلامات هاي وتصويب الكره الثانيه اللي راح يلعبها الى المدرب. زين، بينما ثلاثة بعد التصويب وين رجع؟ لأن العلامات أصبحت فاضية ما في حد، اثنين كمل شغله على العلامات، يروح يعمل الركض الزجزاج ويروح خلف من؟ خلف مجموعة اثنين وهكذا. زين، فينتقل اللاعب يصوب ويعمل ركض زجزاج يمرر لزاوية الجزاء البعيدة ويعمل ركض زجزاج، اثنينهم يصوبون. فهاي التمارين اللي أقصد بها اقتصادية سهلة جدا، سهلة التنظيم، تحتاج غير أربع علامات خمسة، وما تحتاج غير مجموعتين من اللاعبين مجموعة من الكرات، لأن الكرات هنا ضرورية، لأن في كل محاولة هناك كرتين تلعب، ويكون التمرين على هذه الشاكلة، شيء جيد وشيء محترم وشيء بسيط وشيء مناسب جدا. اسمحوا لي، اوكي، مناسب جدا للاعمار اللي تحت 18 سنه، جدا 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 مناسب. واذا واحد قال زين نخلي اللاعب رقم ثلاثه بعد التصويب ينتظر عشان يتعامل مع الكره الثانيه اللي راح يصوبها اثنين كريباوند، ثم بعد ذلك يذهب يركض، اوكي ما في مشكله، هو هذا الابداع والخلق، انه اللاعب ثلاثه يصوب، يكون اللاعب اثنين هاجم الكرة الثانية وصوبها، يكون ثلاثة تابع الكرة الثانية اللي صوبها اللاعب اثنين، إذا جول خير على خير، إذا ارتدت يتعامل معاها، إذا ما ارتدت أو راحت آوت أو يعني صارت جول يروح يركض حول الشواخص. هاي التمارين اللي الأخ اللي طلب أن نزيد من عددها هي متوفرة وموجودة، وفي ناس وضعوا الكثير منها، لكن هو يعجبه أنه هاي الطريقة، يقول لأن إحنا نعرضها للطلاب. هذا اللي يقول الرجل أنا صدقه، لأن هو نظيف ونقي ومحترم من كان طالب. فإن شاء الله راح أضع سلسلة من هاي
الفعاليات التدريبية البسيطة. وأنا يعني عندي سوفت وير مال الألوان، وهاي أحب الألوان، أنا رجال قديم أحب الشيء القديم، يعني دائما أحب أسود والأبيض. لماذا؟ لأن بالأسود والأبيض الطباع اللي يطبع الكتاب ما يعاني من مشكلة الألوان، فيكون الطبع أسهل ويكون الطبع أرخص ويكون الطبع يعني واضح من يخرج الكتاب، واضح جدا هذا بالكتب. لكن بعض الأحيان يكون الحبر غير جيد، الورق غير جيد، فتختلط الألوان والرسوم ما تكون واضحة وما تكون جميلة بالكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الصحة والعافية، وصلى الله على سيدي رسول الله إمام المتقين والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا موفق المولى. شكراً.